المزين الحريمي ابن القسطى شرشوح المزين الرجالي. انا زيزو، انا مسيو زيزو. والله عاد عبد العزيز يسمي نفسه زيزو، على كده ابوك القسطى شرشوح يبقى اسمه تشرشل. اسمع يا شاطر انت، انا حدي لك اخر نصيحة انذار اخير وبعد كده تعرف شغلك. ارجوك يا تلبس، الكل عارفون هنا ان اسمي زيزو، بلاش فضايح. فاهم يا خد هنا. رايح فين؟ عاوز ايه؟ ارفع اسمك هنا. ايه ده هنا؟ ده اعلان من ادارة التجنيد العسكري على شنط روح الفرز. فرز؟ انا اخوك فرز؟ امال عاوز الفرز هو اللي روح لك هتروح ورجلك فوق رقبتك. مش ممكن، مش ممكن.
مسيو زيزو، خد الكارت ده وقدمه في الإدارة وهم هيسيبوك على طول. ميرسي مدام. ممكن تسرح لي شعري دلوقتي؟ مش ممكن مدام، أنا أعصابي انهارت، أنا تحطمت مدام، أنا شوف الشوف. اطلع اسمك هنا. مش ممكن. اعمل معروف امضن على الأوراق دي. أمضن كيف الأمضنك مش حمضي، يعني مش حمضي. بعض الفوش وعدي بفضلك أجمضي عليها دير. على الأوراق بتاعة التجنيد العسكري. تصور يا بطل، ابنك يبقى عسكري. ما تجاش عسكري يعني. ومين يصرح بهيك هانم الشربات؟ مين يكوي شعر حصنية هانم لزغلي؟ مين يقص شعر روح القلوب هانم الكيمة؟ ايه مين؟ انتوا عايزين تخربوا البلد؟ بلاش غلبة خد امضي. ما تتعبش نفسك. بقول لك امضي احسن استعمل سلطة وظيفتك. لا لا لا. يا ابن الجلم ما تلقى. حط امضيتك لحط صابعي في حبابي عينيك. طيب تفضل انا حمضيك. انما يكون في علمكم لا يمكن اكون عسكري لان عندي كارت من لطافات هانم حسب الله. انت ما تخشيش يا جدع وانت بتقول الكلام ده. قول من قدامي. يقول هذا مبتكر ضربي. ايوه والله. فز بالعكوز. افز ليه؟ انت عم مش شايف. شايف ايه؟ علبه حلويات فيها فرصايه ثمنها 35 قرش موديها لخطيبتي المزمزيل سميره. سميره؟ خطيبتك انت؟ ايوه خطيبتها. وكل الحارة عارفة ان سميرة خطيبتي الشاويش عطية والشاويش عطية خطيب سميرة. ده كلام فارغ. انت لقيح كده. الحارة عارفين اولا على ان سميرة هتتجوزني انا لانها بتحبني انا. اخرس. حبتك هما لما تخرب مصاريرك. هي سميرة صدقت في عقلها لما تحبك انت يا مقطوع يا جربوع يا اللي وشك ما فيش شيء مبلوع. يا سلام عليك انت يا مسمسم يا ابو خلقة فتاكة. طب ده انا جنبك ابقى ايستر ويليام. انكتب مغور من وشي. اه يا ريت. النموذج خد الناحية الشرقية خليها نخرب. لا عليك لا الناحية الشرقية ولا الناحية القبلية. انا دمي متحكم دلوقتي. اذا مسكت الموزة بايدي عشان تبطل وشي. بقول لك احلاج للناحية الشرقية لخلي نهارك مطيب. حاضر. ايه؟ يا عم هالي خالص. يا فتاح يا حليم يا رزاق يا سليم. تعال هنا. صباح الخير يا امير الخمير يا حد. حليم يا زفتي. اهلا وسهلا. تفضل. يا سلام. ده مش عرق سوس. ده ويسكي سوس. هنية. الله يهنيك. وتأكد. ما دام انا سبتحتك هتكبر بسرعه. عارفك وشك نادي وزين. اولت عشيه خدت مني كوبايه عرق سوس الصبح. الله القدره ما استحملتش 5 دقايق. يا سلام. بعت القدره في 5 دقايق. لا ما بعتش شيء. القدره وقعت اندشت وروحت البيت ايد ورا وايد قدام. توب عليا يا رب من الشغل المتلج اللي قطع مطوط. طيب خلاص يا عم ربنا هيتوب عليك من بيع العرق سوس. كيف؟ جات لك وظيفة فينا. وظيفة فين؟ في المالية ولا في مصلحة السواحة؟ لا جات لك وظيفة في الجيش. الجيش؟ ايوه. الجيش المصري. ايوه. خد ابصر. استنى استنى. خد افتح هنا طبعك وفقعها في الورقة دي. ياه ده ترك الوظيفة؟ لا ده اعلان الفرد علشان الجهادية. الجهادية؟ امال يعني الجهادكها؟ يا ابوها يا فرحتك يا عطل. قدم ويد صدرك وتعالوا. اللي قول لي وحياة والدك القصة حسين عبد الوهاب موجود؟ موجود يا فندم. هو جوه في المطبخ. هندهولك. اقول لك سيبه يشوف شغله. لا ده مش مين. ده انا. أهلا وسهلا. أنا رحت مطعم عمك فلقيت عمك. لقيته إيه؟ لقيته بيطبخ. فاتجرأت وطلعت لك علشان. علشان إيه؟ علشان. ما تقول علشان إيه؟ علشان شحاجة. يعني مش عاوز تقول؟ ما هو. بلاش. إن جيتي للحق يا سميرة. انا صحيح عاوز اقول كلمة. طب ما تقول. عاوز اقول ان الذ طبق عمله ابوكي الله يرحم ابوكي
هو انت. صحيح عمك طباخ بارع، انما لما تتقتم رقبته لا يمكن هيعمل زيك. انت مش طبق اليوم، انت طبق العمر. نفسي افتح واغمض والاقي الطبق ده في بقي. الكلام البايخ اللي بتقوله ده يا ترمس. اعذريني يا سميرة اذا كنت لبخت معاكي في الكلام، ومع ذلك مجنون ليلى. قال لي ليلى كلام ألعن من كده 100 مرة. الغرام وحش يا سمر، الحب قتال يا سميرة. مين انت بتتكلمي مع مين يا سميرة؟ يا سميرة يا ماما. يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم، هو انت يا منايل يا تربس افندي يا شيخ روح اتملح؟ ايوه لا مؤاخذة يا ست ام عقل. ايه اللي جابك هنا يكفينا الشر يا صاحب شيخ الحرم؟ كنت جايب علم طلب. يا ساتر يا رب حديد وبعيد، ربنا يكفينا شر وشك العتر. علم طلب لمين؟ لجوزك القسط حكيم. يا دهوتي يا خرابي، قلت له يبعد النحاس لا يجنطر على الاكل، ما اسمحش كلامي. لازم حد تسمم، لازم حد مات. يا ستي ما فيش حد مات ولا حد تسمم. انا جايلك في حاجه تانية. حاجه تانية تروح له على الشغل ولا تورينيش وشك. حاضر. طيب قبل ما اخرج اسمحي تقبلي الهديه دي مني. هديتك يا اخويا مقبوله. هات هات. تعرف انك لطيف قوي يا ترمس. عارف عارف. تسمحوا لي بقى؟ اتفضل. طيب وهي قاعده. ايه 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 كاي؟ الله، مش بقول لكم تسمحوا لي اتفضل، قلتوا لي اتفضل فاتفضل. انا بحسبك بتقول لي تسمحي لي امشي مش تسمحي لي اقعد. لا مؤاخذه يا ترمس. ايوه. اصل عمي بعت لنا من شويه انه جاي هو واحد ضيف كده. طيب اقعدي بالعافيه. مع السلامه يا باي. اتفضل يا شاويش عطيه. جيب فضلك يا طباخ الافراح، بس من فوقك. اتفضل. يا ربي يا ساتر. اتفضل. يزيد فضلك يا تحطيم. الفضل لله. استريح استريح. مرحبا استاذ حسين. اهلا اهلا. بقى يا سيدي الامر وما فيه. تشرب قهوه. يا قهوتك المشروبه. بقى يا سيدي الامر وما فيه. اولع لك سيجاره. سيجارتك الوالعه. بقى يا سيدي الامر وما فيه. يا اهلا وسهلا ومرحبتين يا شاويش عطيه. يا اهلا وسهلا ومرحبا يا ست ام عبد. اتفضل ارتاح. ربنا يريحك. بقى الامر وما فيه، انا جاي لكم النهارده بكلمتين. كلمتين اتنين فقط. والكلمتين دول هيجروا وراهم كلمتين، والكلمتين التانيين. اتبحبح يا شاويش، خد راحتك يا شوش، اتكلم، اتحدث، انفرد. ربنا يكرمك. ده انا جاي النهارده طالب منكم سميره. احنا احسن لنا الشرف يا شاويش عطيه، لكن ما تتكلمي يا ام عبد. احنا نزيد مقام واحترام يوم ما تتجوز حضرتك سميره، لكن ما تتكلم انت يا حسين. انا من جهتي ما عنديش مانع ابدا، لكن ما تكلمي يا ام عبده. ده انا يوم المنى عندي يوم ما تناسبنا، لكن لكن ايه بس يا اخوان؟ ايه اللي يخليكم تقولوا كلمه حلوه وبعدين تركنوها داخل؟ لكم اشتراطات؟ لكم طلبات؟ اصل الموضوع ده ما نقدرش نقول لك فيه كلمه مظبوطه الا لما ناخد راي سميره. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا تحسين؟ هي كلمتها تمشي على كلامكم؟ دي بنت يتيمة الاب والام، واحنا حيلا عمها ومرات عمها؟ وما نقدرش نلزق لها عريس ما يكونش على نفسها. افرض مثلا حضرتك جيت عندي في المطعم طلبت منه واحد سبانخ، قمت انا جبت لك بدال قرنبيط، تاكل القرنبيط؟ لا ما اكلوش، ما انا عاوز اكل سبانخ، اكل سبانخ. خلاص، يمكن هي نفسها تاكل سبانخ وحضرتك تطلع قرنبيط. على كل حال انا هخش اكلمها واخد رايها، وان شاء الله مش هتطلع قرنبيط. عن ايه؟ اتفضل. يا رب، شايج عليك النبي تخليني سبانخ. على فكره يا استاذ حسين، افندم، انا كنت جايب معايا هديه صغيره علشان المحروسه بنت اخوك. إذا كنت تسمح وتتكرم وتاخدها توديها لها قبل ما تفتحوا لها سيرة العبد لله أبقى ممنون خالص. بس كده؟ اتفضل. عن إذن. مع السلامة. مع السلامة. يا رب. سبانخ يا رب، سبانخ. اسم الله على الهدية وعلى اللي جايب الهدية. عاشت ما جايبك لحبايبك يا شاويش عطية. أنا أقول العلبة دي فيها ملبس. وأنا بقول فيها بس. ملبس. بسطة وريحتها مفحفحة أهو. خبر اسود ومنيل. ايه طلعت باسطه؟ باسطه منسله على دماغه، باسطه من عند باتا. ده انا جايب تورته. تورته؟
ايوه تورته عايزه لها نص ناعم. اخفى عليك وعلى ذوقك يا قليل الذوق يا عديم الاتيكيت. بتهزقنا؟ انت بتمسخرنا يا جماعه. استغفر الله العظيم ومسخركم ازاي؟ ده مقلب واتعمل فيا، انما انا عارف مين اللي عمل فيا المقلب. مين اللي عمل؟ الواد ترمي الصبي شيخ الحاره، هو اللي صاحب مكانك. انا هفتكي على دماغه. طول بالك يا ترمس عادل يا جليل الكرتين. اما لبستها لك في دماغك ما كنتش انا شرطية على سيدي. قالي تعمل فيا النكتة دي؟ طيب يا سيدي، طيب يا سيدي. مين هو انت يا راجع من لبن ام ابليس؟ ايه اللي جابك تاني؟ كان جاب لنا الفردة التانية. فردة تانية ايه يا اسطى حسين؟ انا جايب لك طلب. طلب؟ طلب ايه؟ طلب القرعة، عاوزينك في الفرد. قرعة؟ مش معقول، انت عارف انا عمري كام سنة؟ كام سنة يا ابني قول احترف. 21. ولما هم عايزيني في القرعة ما افتكرونيش ليه من زمان؟ اصلك ساقط. ساقط؟ ساقط ايه ابتدائية؟ لا يا اخي، ساقط في الايد، اصل اسمك مش متأيد في دفتر مواليد الحتة. خد امضي اوعي. امضي قيس. انا عارف اني اصطلحت بوش مين النهاردة؟ بوش مراتك. خد نهاركم سعيد. نهارك مهندس، نهارك مطير. شاف كده؟ يا ساتر يا رب. السلام عليكم عم كامل. سلام يا سيدي ورحمة الله. أهلا وسهلا. ما تعرفش والنبي واحد اسمه زكي عباس أبو النواس؟ لا ما أعرفوش. وده بتسأل عليه ليه؟ يا أخي واحد مغلبنا بدور عليه بقالي يومين، مطلوب في الجهادية ومش عارفه ده مين. اسأل عليه الحاج إبراهيم العطار. أخ سلام عليكم يا حاج ابراهيم. عليكم السلام يا بطاط الكراتون. قول لي وحياتك، ما تعرفش واحد اسمه زكي عباس ابو النواس؟ ولا عمري سمعت على اسمه ده. عليه على سير الطرابيشي كده. متشكر قوي يا عم ابراهيم. ميرسي خالص. الله يخليك. عم ترمس فوس يا ده فوس بتجري يا ترمس. طب اما تشوف هتجري لحد فين يا ترمس؟ انا حاسك وصايدك يا علوم. امك بتجري من مين يا ترمس؟ مفيش حاجه يا ماما، اصل كنت بدور على واحد من يومين مصفوف في الجهاديه ومش لاقيه ابدا. ما سالتش عليه حد؟ سألت كل الحارة مفيش فايدة ابدا ابدا ابدا. يو وده اسمه ايه يا ابني؟ يمكن اعرفه. زكي عباس ابو النواس. زكي عباس ابو النواس؟ ايوه ياما. انت تعرفيه؟ اعرفه. يا لاوي يا لاوي يا لاوي. ايوه بتصوتي ليه بس؟ بتعرف يبقى مين ابن الصرمة ده؟ انت يا شيخ خط الت... انت 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 حبيبي. انا بقى صبي شيخ الحارة اللي بيودي الناس القرعة، يروح بنفس القرعة. ازاي ده؟ ازاي الحكومة تعمل فيا كده؟ ما تعيطيش بقى يا امه. اذا كنت انت يا امه بتعيطي بالشكل ده، امال انا اعمل ايه؟ انا لا يمكن ان احصل المسألة دي في الجرايد وفي الاذاعة وفي التلفزيون. انا اعمل عسكري؟ مستحيل مستحيل مستحيل. مفيش سلم. انزل. ايها المواطنون الاعزاء، اخواننا رجال التجنيد، معسكر الاستقبال يحييكم ويرحب بكم ويذكركم بان الجندية شرف واخلاق ورجولة وشعامة. نحن جميعا هنا في خدمتكم والعمل على راحتكم، والله نسأل ان يجعلنا جميعا خداما عاملين لوطننا العزيز. ايش وراه؟ ايش وراه؟ ايش وراه؟ طيب كل واحد منكم دلوقتي يلا هدومه وسرهم في سرة عشان تروح مبخرة تبخير. يلا حاضر. انا مش ممكن اقلع هدومي.
انا زيزو، مسيو زيزو. خذ يا بتشويش على هدوم. اسمك محمد عبد المنعم جمعة. 71. اسمك سيد عارف طنطاوي. 72. سيب هيخرب بيتك كده يدخل فيها. اسمك المعلم حسين عبد الوهاب المسابق. 73. اسمك اكل سويله من المنفلاطي. 74. مسعد حسن الموافق. 75. اسمك زكى عباس ابو النواس. 76. اسمك عبد العزيز شرشح. يخلص من هنا يروح على الحلاق عشان يحلق شعر. حلاق؟ انا مش ممكن احلق شعري ابدا. فين مدير المحل ده؟ مفيش هنا مدير محل، هنا قائد. اللي بعده روح جنبه. حاضر. روح هنا. حاضر. اقعد هنا. امسكوه الدكتور. نفر تحسابنا جري متظلم الحياة. نفر؟ أنا أولا مش نفر، أنا زيزو، ولا يمكن أبدا أكون نفر، لأن عندي كارت توصية من مدام لطفات هانم حسب الله. اسمع يا أستاذ، حط ده في جيبك. أنت متظلم ليه؟ أنا ما أحلقش شعري، أنا نظيف، أنا ريحتي مسك، أنا زيزو. هو فعلا أنت باين عليك نظيف، لكن ما كانش فيه داعي تعمل كل الدوشة دي. ده ما يحلقش يا بتشويش. حضرتك انصراف. حضرتك يا نهار اسود، انت حطيتيني على فين يا عم الحمام؟ انتوا عاوزين تبغضوني دي كفوك من ايه؟ كفوك من نظافه. كمان عمري ما حطيت على جدتي مؤلمه من حسب الله. تخرب بيتك. خش معايا على الحمام. خش فين؟ الحقوني يا ناس، هينظفوني. نفس الامام. خش. هخش بس يكون في معلومه، ان جرالي حاجه هوديكم في ده. خليكوا شاهدين يا عساكر يا قنبشية يا دبابات يا طيارات. خش. كل واحد يخلص حتة الصابونة من ايده قبل ما يخرج الحمام. ان انا مش لايق. ليه؟ علشان بسخر وانا نايم. اطلع معاك. يا نهار اسود، مش ممكن يا فندم تبلغوني قبلك؟ خلاص كويس. حاضر يا فندم. كويس. حاضر. متر 66. يا نهار اسود، يعني انا طولي 67 متر. اهلا حبيبي اهلا. 100. يا نهار اسود، 100. يا عبد الوهاب المثبت. اعمل معروف وانا ضعيف ما تستحملش. متر 77. 120. غيره. اوكي المنفلوطي. انا احب الدش قوي. 100. حضرة الضابط. عايز ايه؟ اتفضل. البس هدومة بتاعي معايا. هناك هناك. حاضر. ها بس كفايه. يا فندم كح. مش عاوز اكح يا فندم. يا جدع كح. يا فندم كح من غير سبب قلة ادب. بس كح. حاضر يا فندم. Thank you.
لا كتير، دقيقة واحدة بس. تعال يا اسمي زيزو، زد اي زو. هلو اكسلانس. وما بكلمي وما بكلمي طبعا يا اكسلانس. انت اللي جايب الكلام ده؟ ايوه يا فندم. كل فقط لازم تفهم ان الجنود والوزراء ملهاش اي تأثير في اداره التجنيد. سمع مش عيب. راجل طويل عليه زي يجيب كارت من واحده ست عشان يتهرب من خدمه جيش بلده. ايوه بس انا اللي عاوز اقوله لسيادتك. صالح خد عكاش ولا كلمه. عكاش انا عكاش. اتفضل يا حساب خد عكاش. خلي بالك من خاطري يا هريدي. انا الاثنين يا ولد عمي. ادعي لي يا ابوي. وانا معاك يا ولد. اتفضل. بكام دي اهو؟ ولا بكام ولا بحاجه، دي هديه من ضباط المعسكر الصفار. ايه ده؟ اتفضل يا ولد. ده عرق سوسه فرنجي. الوداع يا ام عبده. الوداع يا حسنتي. شد حيلك يا عمي. اطمني انا جامد قوي، انا بطل. حالك يا ترمس، خلي بالك من روحك. هو انا فيا روح علشان اخلي بالي منها. معلش يا امك اشوف وشك بخير. لا والنبي يا ماما ما تسيبينيش. عيب عليك يا ترمس تعمل كده، دول ستات دلوقتي بيتطوعوا ويجندوا نفسهم. تقوم انت يا راجل تعيط. او النبي شجعين جمدين، اوعي تسيبيني. ترمس ودي وانت مفيش ست في الدنيا تحب الراجل الجبان. النبي مع السلامة يا ما شفتش ابني عبد العزيز؟ ترمس فين ابني عبد العزيز؟ دي جناية، ده تعذيب سين. حلاق جزار. يا من دي تعصر قاعد نفسك. حاضر. عدد نازل ايدك مضبوط. ايوه هيفضل العسكري ده. عبد المقصود. ايوه شوف لنا وحياتها خيمه قديمه وفصلها له. والله العظيم ثلاثة حالك حالك اول عشيه. يا جدع هنا علاج الاستان. اسكت افتح بقى كويس. عندك هنا حشو دسي لازم اعمله لك دلوقتي. البركه فيك. اهدي وانش. لا دي بكر عشان تحشي اسنانك. افتح بقى كويس. عمليات ده يا حبيبي. ما خشش ازاي بس يا دكتور. اي خطره بس يا ابني. قول له علامات عسكريه مفتوحه منين دي؟ هي ايه يا فندم؟ العلامه. علامه؟ ايوه علامه الخلف. العلامه يا عسكري. حاضر. والعلامه دي محطوطه فين يا فندم؟ على اللوحه. واللوحه محطوطه فين؟ على الحيطه يا عسكري. يا نهار اسود، وهو كمان في حيطه. انت بتستعمى ولا ايه؟ لا يا فندم. هتبص ولا لا؟ حاضر يا فندم. مفتوحة منين؟ اللي قول لي وحياة والدك هي مفتوحة منين؟ بص قدامك وانت شوف. حاضر. مفتوحة منين دي؟ فندم خلاص. انا شايفهم كلهم. كويس قول. مفتوحين من الوسط. بتستعبط ولا ايه يا عسكري؟ لا يا فندم. ما تبصش قدامك. حاضر. مفتوحة منين دي؟ تعال حاضر. ايوه بس حاضر. حاضر حاضر. بص على طول. بص قدامك. مفتوحة منين؟ تحت. ايوه شمال. ايوه يمين. يمين وشمال وفوق وتحت. طب ايه يا عسكري؟ ما انت مش شايف يا فندم. بص تحت تحت فوق تحت. طب ايه؟ بص كويس. انا بس كويس. طب ايه يا عسكري؟
عسكري ميشيل شحاته، عسكري جمال الدين بركه، عسكري عبد الفتاح عطيه، عسكري ماركو ابراهيم، عسكري جابر محمود، عسكري زكي عباس ابو نواس، عسكري عبد العزيز شرشوح، عسكري عوكل سويلم منفلوطي، عسكري حسين عبد الوهاب المسدس، عسكري نور الدين محمد اسماعيل. طاري يوم باش الجماعه الاولى. حاضر يا فندم. كله شيل المخل. لا لا عسكري صوت. اخلص اليمين دول. الله 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 الله. ايه ده؟ اخلص عسكري اهو. يا عسكري استنى حلمك يا عسكري. والله العظيم عال قوي. شيل يا عسكري. اخلص عسكري شيل. الله الله. اليمين دور يا عسكري. يمينك يا عسكري. ما انتش عارف يمينك فين؟ دي ايوه ايدك اللي بتطرقع. هي دي اللي ما بتطرقعش. لا يلا اليمين دور. معتاد المارش. كل يوم المخل انا يا عسكري. ابقى راضي. ايه مش عارف يا عسكري اهو. اخلص اعمل اربعات بعض ورا بعض. كل اربعه ورا بعض. يلا يا عسكري انت اخلص. سلام يا فندم. العساكر حاضر. نزل ايه اخرس. هو انا قلت حاجه؟ اخرس دي لكريستوفر. انا ما اعرفش حد هنا. هنا عسكريه، هنا ضبط، هنا ضبط. فاهمين؟ فاهمين. ما بتردش ليه؟ ما فهمتيش؟ انا يا فندم فهمت الضبط، انما الربط لله في لله ما فهمتهاش. الضبط والربط هم روح العسكريه، يعني الطاعه، النظام. نجد ايدك. احترام اوامر الجيش وتنفيذ اوامره. واهم شيء، اهم شيء احترام الرتبه الاعلى وإطاعة الأوامر إطاعة عمياء. مفهوم؟ مفهوم. دور يا أم باشا على ميز الأكل. ما تتفضل أمانة يا شوش عطية. اخرس انصرف يا عسكري. شو تفكيك؟ عسكري بتتكلم باللاوندي. اسمك ايه؟ اسمي زيزو. زيزو. اه يلا عادي في الدكان. لا مش ممكن، مش ممكن. فين الارداف؟ كاسو كاسو. فين عيش الفينو؟ انا عاوز ترابيزه لوحدي. لو جاني عبد الوهاب بنفسه وقال لي سيب الاكل واسمعني ما سيبش الاكل. اسمع الاوامر واسمعني يا عسكري. احنا سيبنا الاكل افلان. ساعة ما يخش عليكم ضابط ولا صف ضابط وينادي ويقول اسمعنا اخرس يا عسكري. حاضر يا فندم. وينادي ويقول ثابت. انا اللي ثابت ما فصل. اخرس يا عسكري. كل واحد منكم يسيب الاكل ويثبت مطرحه عشان يسمع الاوامر. مفهوم؟ مفهوم. اشتغل. اشتغل ازاي بس؟ مش اما الواحد ياكل. كل واحد منكم يسمع الندى اشتغل يرجع للحاله اللي كان عليها. اشتغل. Thank you.
ثابت اسمعوا كلكم، الطوابير هتبتدي من بكرة، وحيث النهاردة اول يوم لكم في مركز التدريب فيعتبر يوم راحة. الساعة 7 مساء 10، والساعة 9 هتضرب نوبة رجوع. اول ما تسمعوا النوبة دي كل واحد يلزم العنبر بتاعه، وغير مسموح لأي واحد بالخروج بعد سماع النوبة دي لأي سبب من الأسباب. فاهمين؟ الساعة 9:15 هتضرب نوبة نوم، أول ما تسمعوها تروحوا على النوم على طول كل واحد في سريره. طبعا سرير اللي في البيت. لا، اللي في العنبر. اشتغل اشتغل. لتكن مشيئتك. الله عزيزي فرمي يا حضرة المية يا دهما دهما. انا يا اخي انا زكى عباس ابو النواس الشهير بترمس. الله، ما قلنا لك زكى عباس ابو النواس. الله، جرى ايه يا دفعة؟ انت سمعك تقيل كده ليه؟ بقول لك زكى عباس ابو النواس. يو في عجل ولا حاجة يا فندم. الراجل الحارس بيقول لي من انت؟ قلت له 3 مرات زكى عباس ابو النواس، مش مخلص. لما الحارس عرضك ولا وقفنا انت ترد عليه وتقول امين. امين ازاي اذا كان انا اسمي زكي؟ امين ده الرد المصطلح عليه. اي لما اقول لك امين ما تحركش من مكانك. لما الحارس يقول لك تقدم. طب يا سيدي كتر خيرك. سابق عارفها دي بتاعت الاكل. تعالي عسكري ناخد. وبعدين بقى بعد نوبة نوم. ايوه ما تسيبش العنبر بتاعك، مفهوم؟ مفهوم، بس دي حاجة ما تتعملش في العنبر ابدا. دي حاجة العنبر بتاعك يا عسكري. عسكري روح العنبر بتاعك يا فندم. ما هي اصل العنبر ما تنفعش. فيا عسكري تعالي خد. تعالي عسكري. سيبني يا فندم. تعالي عسكري. بسرعة يا عسكري انت وهو، جهز نفسك منك. لو انت يا عسكري. في حاجة يا ازي عسكري بالك ما يعني. من فضلك انا ما نمتش طول الليل ومن حقي يركش حقوقك. سيد الربس حشرة. ها بتقول ايه يا عسكري؟ بقول حاضر. ايوه ما شاء الله لقيته شريفة. ارمي. ايوه امك مين في السجن؟ مين بيكلمك؟ صباح الخير يام يام باشا. ها يا شويس يا شويس. ايوه انت يا عسكري. انت على عيونك تشويش عطيه. صباح النور يا استاذ حسين، سهرك ابيض.
اهو كده النشاط مش زي التنابلت. بلاش حركة، عسكري مسافر ده اهو مسافر. ايه؟ اشتغل كويس. وبعدين اشتغل كويس. اديك ورا عسكري عوكا. كويس يا حسين قوي. بلاش حركة. ورا للشمال. للشمال. طر. كله وشارع. هنا. هنا. هنا في وشك هنا. تطلق نفسك شوية. بص قدامك. أيوة كده. على اليمين. بعدين بلاش حركة مسافر عسكري عوكا. معتدل. طر. تعال تعال حين اطلع 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 الشمال بعدين العسكري في ايدي زيزو زيزو ارجع ورا بص قدامك عسكري تربط طهران الشمال الشمال طر بص قدامك كله بص قدامك عاوز اشوف طهران الخلف بعدين عسكري تربط ده انت يا فلوس انت خد ايوه كده نهران الفرد الفرد وش كده جماعة خمسة ستة سبعة تسعة عشرة ما تعد يا عسكري اللي قبلك كان عشرة طب ما كويس كده يا فندم اصل انا ما اعرفش اعد غير لغاية عشرة قول 11 11 12 بس 13 14 ايه ده نصك عسكري خد بالك شويش اصله بياع عرق سوس يا فندم ووسطه معوج من شيل الجدره ويلزم وقت لحد ما يتعجب بلاش كلام فارغ ايه ده نصك خد كتافك لورا بص فوق علم الخط يخرب بيتك لازم تبيع عرق سوس ما كنت تشتغل ساقع احسن انكتم يا عسكري انكتمتم طهران الشمال بلاش فرقه طهران للشمال للشمال طب كويس كويس حسين وقف افتح فضول عسكري نمرة اثنين حطه قدامك اعداد المارش والعدد يا جماعة ايدك اللي بس بلاش حركة نمرة ثلاثة بعدين نمرة أربعة بعدين عسكري نمرة أربعة اثبت ايدك اليمين قدام ورجلك الشمال قدام وبعدين عسكري نمرة أربعة رجل الشمال قدام ايوه رجل الشمال قدام والرجل اليمين ورا يا جماعة امشي عسكري خطوه لقدام بلاش حركه نمره اربعه مع واحد حرك حرك بسرعه قدام رجلك اليمين قدام رجل ورا فيك بلاش كده اشتغلته كتير اه كويس ايوه كده بص فوق كله معتاد المارش بالعدد مع اثنين رجلك اليمين هي اللي قدام ودراعك دراعك الشمال هو اللي قدام يا عسكري نمره اثنين بص قدامك مع واحد حرك مع اثنين مع واحد مع اثنين مع واحد سلام ازيك يا شريف سلمك
أهلاً أهلاً. إزاي الدكان؟ حلو قوي. إزاي الشوك والسكاكين والمعالق؟ مشتاقين لهدومك يا حسين. الله يخليك يا أمك. الحمد لله، ده أنا هنا ممتاز. ده أنا لم مين؟ سميرة كاراكون سلاح. تعرف إنك اتغيرت قوي يا ترمس؟ بقيت شيك وصحتك اتحسنت وظهرت عليك الشجاعة والرجولة. يعني مبسوطة مني؟ طيبونا جعرانة. سلامات يا جعرانة. سلم يا ولد عمك يا جعرانة. خجلانة. خجلانة من ايه؟ ده انا ولد عمك وخطيبك، ملسي على يدي بطراطيف صوابعك. خجلانة. خجلانة من ايه يا بنت المركوب؟ سلمى مدي سلمى يا ولد عمك. لا سلم عليك، تعالي خجلانة. يا رب يا ابني معلش. انظر نبرق نبرق، ما نعيطش يا بابي، ابنك بطل. مع السلامة ابوي. مع السلامة يا جعرانة. حجلانة. سلم على ولد عمك جعرانة. مع السلامة. مع السلامة. سلم علي سلم علي، لم قبلني وسلم علي، ولدي يا ولدي وسلم علي. سلم علي سلم علي، لم قبلني وسلم علي، ولدي يا ولدي سلم علي. اقبلي كمان ويا سميرة يا ربي للحيرة، واشعل الفيه نار الغيرة، يغلي يدفع كده زي الشاي، كده زي الشاي يغلي يدفع كده زي الشاي، ولدي يا ولدي كده زي الشاي. يا ما نفسي تجيلك ترقية وتاخد لك نجمة يا عطية، من ضمن نجومي الظهرية، أيوة يا دفعة واشري الدرماي، واشري الدرماي، أيوة يا دفعة واشري الدرماي، ولدي يا ولدي واشري الدرماي. وشك يا حسين موضة قديمة، أصله صليب شيمة، وعطية بتاعك ماله قيمة، قولي يا دفعة قبلوه ازاي، قبلوه ازاي، قولي يا دفعة قبلوه ازاي، ولدي يا ولدي قبلوه ازاي. له صحنا يا بوي مش عجباني، والله ما يرجع لنا تاني، ولا اسمع حسه بوداني، قول له يا دفعة لو شفته يا باي، لو شفته يا باي، قول له يا دفعة لو شفته يا باي، ولدي يا ولدي لو شفته يا باي. اهلا بحبيبنا اللي وحشنا، ده انت ابن حلال قوي يا شاوشنا، بنحبك يا منور جيشنا، والله فرحنا لما قالوا جاي، لما قالوا جاي، والله فرحنا لما قالوا جاي، ولدي يا ولدي لما قالوا جاي. انا نفسي ابوسك من خدك، هنانا وفرحنا على يدك، منخافش من الضابط قدك ابدا ابدا، منخاف ازاي، منخاف ازاي ابدا ابدا، منخاف ازاي، ولدي يا ولدي منخاف ازاي. سلم علي سلم علي، اصحى يا دفعة ده الضابط جاي، ولدي يا ولدي ده الضابط جاي. غني مين يا فندم؟ غني يا عسكري. حاضر يا فندم. يا نور اسود سأغني يا فندم سأغني. سلم علي سلم علي، اصحى يا دفعة الضابط جاي، ولدي يا ولدي ده الضابط جاي. سلم علي سلم علي، اصحى يا دفعة الضابط
عسكري توم. ايوه كما كنت. حاضر يا فندم. كما كنت. حاضر ما اصنعه. كما كنت. حاضر. قط يا قط. قط يا اهدى اهدى انت مخروع قمر. يا اهدى. اتحرك يا عسكري. ما تعرفش تعوم؟ جرب الحولي. انت فين؟ تعبت هوا شويه. قوم ابنك يا حسين. ما كده انا المعروف يا شويش عطيه. انا خسيت النص بقيت انت على عط. ما تزعلش يا حسين، انا هترجع حضره الضابط عشان يوديك طباخ في مطبخ المركز. كتر خيرك. يا سلام عليك يا شويش، يا سلام عليك. ده انت رؤوف رحيم، ده انت عطوف كريم، ده انت صديق حميم، ده انت حلمي حليم. انت ايه هو ده يا عسكري؟ ناقص تقول لي انت ريم على القاع. مونشير شويش. نعم. ارجوك زي ما حتساعد وسط حسين عشان يكون طباخ الفرقه، ارجوك ساعدني انا عشان اكون حلاق الفرقه. ايه هو ده يا عسكري؟ ازاي تستجرى وتحط نفسك جنب نص حسين؟ إيه؟ انت ايه الادب ليك دي؟ انت بقى يا عسكري انصراف. حقيقة انك تلم. صباح الخير يا حسين. صباح النور على عيونك يا شوشنا. نورت المطبخ. البركة في هلمتك. تاخدك سيجارة؟ لو النبي لا تاخدها مني. انا يا سلام. طيب يا سيدي من يد من قدامها. الا انت مش ناوي تديهالي يا استاذ حسين. يا ايه؟ السيجاره؟ لا، المحروسه بنت اخوك سميره. اسم الله على الاسامي، ربنا يحفظها. سميره وعم سميره تحت امرك. لا لا، يلزمني سميره بس، انما عم سميره ما يلزمنيش. وانا موافق. الف مبروك. يعني المرة دي هطلع سبانخ ولا قرنبيط؟ عشر سبانخ. سبانخ ونص. سبانخ باللحمة الطاج. طب مش يصح تكتب كلمتين للست ام عبد وتموت كده؟ قوي معاك ظرف وجواب. ايه يا معايا؟ معاك. الحقوني اغسوني ادركوني. مالك؟ ايه خبر يا سميرة حبيبتي؟ حياة. مالها؟ هياخدها مني الشوي السبانخ. شويش سبانخ؟ اه سبانخ. ايه يا معلم الفصل يده؟ الشويش عطيه سمعته بودن عمال يكلم عمها علشان يتجوزها. وعمها ولد؟ وقفت بكل حر. حصان البحر. ما يدينا شويش عطيه. اه افتوني ادركوني. انا ده كنت شكاوتها حماوت نفسي. ما تهرش براسك يا واد يا زيزو وتدور لنا على حد. حل؟ حل 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 حل. قولي هو الشاويش سبانخ ده فين؟ مع عم حسين في المطبخ بيكتبوا جواب عشان مراته. جواب؟ اه جواب. واه جواب. اه جواب. جواب جواب. حرام وكتبه. ايه احنا نبعت لها كمان جواب. يا اخويا اتنيل انت، اخر ما جوابهم هم هيوصل قبل جوابنا. انا طالع فسحه النهارده. ايوه. وكمان عندي رنتفور. اه وحمر على الحاره. مش عاوز حاجه ترمس من امك. لا هي الفسحه في الحاره ولا على كبر قصر النيل؟ اصل انا رايح الحاره عشان عندي زياره في بيت وسط حسين الطباخ. بيت وسط حسين الطباخ. هروح ازورهم. عندي زياره هناك. هتعمل ايه يا ولد؟ هكتب جواب لسميره. سلم لي عليها والله. سخدني. لا 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 حول ولا قوة الا بالله. لا لا عقول. لا 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 مش ممكن. يا ساتر. حرام عليك. لا كده. لا بس عليه يا واد. انت هو منك لوب لوب لوب. البري بتاعك ماله طريق نازل من ناحيه حدك اليمين سنتي. نص سنتي. نص ولا سنتي. نص. انت مش ممكن تفهم في القيافه زي انا. اتفضل يا باشا شويش. اتفضل شوف. اتفضل على اذنك. ايوه والله لك حق يا زوزو. شايف؟ ايه؟
شايف؟ رياض الجميلة يا سلام على جمالك. مبسوط يا دكتور. شايف؟ مع السلامة مع السلامة. أنا رايح أجافل سميرة. طب ما تنساش تديها الجواز. أنسى إزاي؟ وأنا مغطى. أعوذ بالله. السلام عليكم. مع السلامة. سلام. ايوه مين؟ اهلا وسهلا شاويش عطعط. هو بعينه يا خميارة الحارة يا تلب الحتة يا نجفة الخط كله. يختي على كلامك الحلو، يختي على بقك اللي بيشر بلبس بلوز. اتفضل. يزيد فضلك كمان وكمان. امال فين ست الحسن والجمال؟ سميرة يحرسها من كل عين. موجودة. سميرة سميرة اتفضل. يا ارض احفظي ما عليك، يا سما نطري قمر الدين. انت بتضربني سلام ليه؟ هو انا ظابط؟ لا مش ظابط، انت سمير. انما بالنسبة لي اني سمير الله. مد ايدك الكريمة وخدي مني. عيب يا سميرة، خدي مني. قلبك ملبس على مابوسي. وانت مد ايدك الحلوه وخدي مني. ايه يا خوز؟ جواب من جوزك لاستحسين. جواب ناولني ناولني ناولني. خدي سميره، افتحيه يا سمار، اقريه يا سمار، طمنيني يا سماره. اقري الجواب يا سميره، ريحي قلبي ريح قلبي. استني بس لما. لما ايه؟ طمنيني. زوجتي العزيزه. نعم. بعد السلام والكلام ان شاء الله. ايوه تكوني على ما يرام على الدوام. شوفي ايه كمان. خلاص يا مرات عمي. خلاص ازاي ده كاتب كلام كتير. وريني كده. وريني وانا استقرار. سميرة اصلها مكسوفة عشان نصبح فين. كاتب لك في الجواب عن مسألة. اياها مسألة ايه؟ انا وانت لازمين لبعض جدا، زي ما تقولي حلة وغطاها، جزمة وشراب، عربية وحمار. فل عليك دلوقتي انك تبوظ المؤامرة بتاعتهم، ولا تحرميش الحلة من غطاها، ولا الجزمة من شرابها، ولا العربية من حمار. تركز ملحوظة، حط الرد في قايش الشاويش ازية من غير ما ياخد. خطبتها منه والذي منه. ووافق. وافي خالص ومبسوط وانشرح صدره وكاتب لك وختم لك ومضيلك في الجواب. ترمتي اللذيذ، اهديك اشواقي واتعشم ان تكون بخير. اما من جهه زواجي من الشاويش عطيه فكون مطمئن جدا، فلا يمكن ان تستغنى العربيه عن حمارها العزيز. يا ابوي انتوا حاطين الفاكهه في برواز. فاكهه ايه يا اخويا اللي في برواز؟ قصدك على سميرة؟ وهو فيه في الدنيا فاكهة أحلى من سميرة؟ يا أرض احفظي ما عليكي، اسمنت عليها اسمنت. اتفضل. ملبس يا ألف نهار أبيض، يا بشاير الفرح والجبول. إيه قلت إيه يا سمير؟ إيه فيه؟ في الشاويش عطية عريسك. والله الجواز ده اسمه ونصيب، وكل واحد ما بياخدش إلا اسمته. ما هو أنت جسمتي. وانا خلاص اتفقت مع عمك وعمك موافق خلاص، وكلمة السبع لا ترد، وانا مبسوط عشان حناسب السبع وحرم السبع. اسمع. عقبال ما هندملك فستانة الفرح يا حلاوتي خجلانة. طبعا. الا يا ست ام عبدو انا عاوز اطلب منك حاجة. عينيا الاثنين. تصويرة سميرة. يا سلام، وهي هتغلى عليك؟ اتفضل خدها. يوه مش خطبها؟ خطبتك العافية، كتر ألف خيرك، نستنجز احنا بقى. مع السلامة. السلام أمام الحسين. من هنا على حسين على طول، ده أنا مخلي بالي منه خالص. سلام عليكم. عليكم السلام. خلي بالك من خطيبك. عينيا الاثنين. بغل وصل عطية. هو احنا عندنا بغل غيره؟
والحمد لله حصل الرضا والقبول من الست ام عبده. مبروك. الله يبارك فيك. وسميره قالت ايه؟ سميره هي سميره كانت الدنيا سايعاها، دي بقت ترقص حبه وتزغرط حبتين وتغني تلات حبات قبل الاكل وبعده، والست جماعتك بتسلم عليك. الست جماعتك مستعدين. مستعدين. اهم حاجه دلوقتي تشغلوه لغايه ما انتش انا منه الجار. فاهمين؟ يلا يلا يلا. قمر في السماء ودلدلو شويش على الصلاة مساء. ويا عم قريب يا قمر هدخل معاك في جواز ولدي يا ولدي يا بوي. ويا عم قريب يا قمر هدخل معاك في جواز. انتوا بتمسخروا بيي؟ لا والله يا شويش. اكسكيوزي موا سيرجان. ها؟ قصدي سامحني. لن ممكن ابدا. ليه مسامح كريم؟ اخلص يا عسكري، انا هجيب لكم حته مصيبه. انما مين فيكم اللي عايب علي؟ ابصري منطق. ها؟ ما تبقاش ملوث، ما حدش عايب عليك. لا يا شيخ، ساعة ما عملت انا كده. ده 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 صدى الصوت. صدى؟ صدى ايه يا بوش مصد انت؟ الصدى يعني الايكو، لما الواحد يتكلم في اوضه واسعه زي دي يقوم اخر كلامه يتسمع واخر حرف من كلامه كمان يتسمع. طب اما اجرب كده واشوف. اوف، شيء غريب. ايب ده صحيح فيه صدى. مش قلت لك؟ ايه ده؟ اصل النهارده اجازه والاوضه مصفصفه. طب انصرف انت وهو على النوم. أما القمر في السماء واشتال دالو في الوقت. ترمس الملعون. قول الترمس بس هنا. ارمس فين بقول انا؟ وقلنا مش هنا مش هنا. طيب انا هاخد اشوف. اوف الجنايه اللي ارتكبتها دي جنايه خطيره جدا. مش جايز ابدا ان اي صف ضابط يضرب عسكري، بل بالعكس ان الواجب عليه لازم يرعاه ويحسن معاملته في حدود القانون. حاضر. لولا ان النماذج بتاعتك نظيفه كنت جازيتك على الجنايه دي بعزلك لدرجه عسكري، لكن هكتفي المره دي بطلب عزلك لدرجه أمباشر ونقلك من المركز. انتظر. انتظر. دور. اسمع. احكام الناشن كاملتين. عتوخة في الامام، اربعة طلقات طبية، اضرب عندما تكون جاهز. يا
عسكري اضرب ناشن شايف تنشيلك راح فين دلوقتي؟ ما افهم كده كويس. لا راح في الارض دلوقتي، علي شويه تنشيلك ناشن كويس وضرب اضرب يا عسكري اخوان الجنود. النهاردة اتميتوا فترة التمرين في مركز التدريب، وهتترحلوا لوحداتكم الجديدة اللي هتفضلوا فيها باقي مدة العسكرية، واني انتهز الفرصة لاشكركم وادعوكم الليلة لحفل الترفيه. وقفت عين الاقيني بقيت على كتف سفين وصبحت لوا وصبحت لوا وعطية وزيزو ولسطى حسين ياخدولي قوام تعظيم واتنين اكمني لوا اكمني لوا كنت اعمل ايه تعرفوا على طول لا مش عارفين لا مش عارفين وتحبوا اقول وتحبوا اقول طيب ما تقول هنخاف من مين اللي هفكر فيها مواعيد صحيانا من النوم باللحظة ولحظة اخليها تتغير من اول يوم تبقى الساعة 7 لا لا طب مثلا 9 نو نو يصحوا الظهر الساعة 2 اما برافو خد شرطين اه يا سلام لو اغمض عين وافتع عين الاقيني لوا الاقيني لوا الحاجة التانية الحفلات علشان الترفيه ضرورية افتح لها ضغر اعتمادات وبأمر كل الصبحية رقص وتفريح يبسطنا صحيح كل يومين لا 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 اسبوعين لق لق طب سنتين سيب الشرطان وهديهم والله ما تستهليهم حلمك بس وخليهم لا غيرك اولى بيهم طب كل ساعة حفلة بوزاعة برافو حدهم لك اتفضل الزقيهم الهي خليهم لك وان شاء الله ما تعدميهم اه يا سلام لو غمض عين وفات عين لقيني لوا لقيني لوا تالتة الاجازات دي مهمة وعايزة التفكير مش لازم تقديم طلبات ده نظام محتاج للتغيير تعرفوا يا جماعة هخليها كم يوم العسكري يقضيها 4 ايام لا 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 طب شهر 8 نو 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 شهرين معا لا اجازات على طول اما برافو فكرة جنان خدي يا حبيبتي 8 شريطان علشان تبقي بعد شويش باش 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 الى اخره بس 8 اصل مفيش وزعناهم يا اخي وجبروا اه يا سلام لو اغمض عين وفت عين الاقيني لو الاقيني لو تعرفوا ما بقتش ليه وليه ولا هبقى في يوم من الايام الجيش ربنا راضي عليه مش عايزه ابدا ينضم الله يحميه ويبارك فيه الله يحميه ويبارك فيه ويعيش مرفوع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. اللي اقول لي يا شاويش محمد. أيوة. انت قبل ما كنت بتشتغل في الجيش كنت بتشتغل في الجيش.
حسك انت راجل طيب وامير، انما الشاويش عطية ده عاوز اطمر قدته، كان بيورينا الغلب في نفس الظهر. اعوذ بالله. يا لطيف يا لطيف، ما بكتش اسمه قدامي ابدا. الحمد لله اللي نقلوه وخلصنا من وشه. اضايع عليه وعلى خلقة المعفصة وزفارة لسانه. لا 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 ما يصحش، الشاويش كان معاك وهو اللي علمكم. ما يصحش. كبر كبر كبر. ايوه هذا اللي عاملين له ونتجنب. اصلهم الشاويشيه متفقين مع بعض. ايوه شرفتوا القرطة، نورتوا الكتيبة. دي فرصة سعيدة قوي 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 قوي. عسكري ترمز اسكت. انا قلت اي قوي يا فندم. اخرس ما تردش علي. حاضر يا فندم. ايوه زيزو شرف. زيزو بس. ازيك يا حسين عوكل مسير الحي. نزل ايدك مسير الحي يتلاك. كل عسكري عايز يشترك في الالعاب الرياضيه ياخد خطوه لامام. اسمك عبد العزيز شرشوح بوكس. اسمك زكي عباس ابو النواس. مصارعه حره ويابانيه وروسيه والمانيه وجميع ما يلزم من الخرشمه. خرشمي اعدل بوزك يا كسر بوزك. اوقف كويس. خد على الارض. امشي مالي. فين شعر ريتا هيبرت؟ ابطل نوبة ضباط. تمام يا فندم. 466 عسكري 24 ضابط. تفضل يا فندم. يبقى 13 تمام يا فندم. 466 عسكري 24 ضابط. الكتيبة 13 تقدم بقول ثلاثات من اليمين
لليمين دور. سرية المعاونة قائد. ركعتين للشمال لفت معتادا دور. اخرس يا عسكري. حقك عليا يا فندم. اخرس. بالله قول يا حسين. لا من نفسي الجماعة. امال انا بعتك سميرة وام عبده يستعدوا بكرة لحفلة الخطوبة. اه يا ذكر طول عمرك وش افراح يا حسين. افندم. من فضلك اندهلي العسكري زكي عباس ابو النواس. العسكري المذكور في الخدمة مش ممكن يرد عليك دلوقتي. طيب. تعالي يا أمي. متشكرة يا حاج. زعلت سميرة ليه؟ انا ما زعلتهاش، الاوامر هي اللي زعلتها. ازاي بقى؟ اصل هم محرجين علينا لما نكون في الدورية، لا نكلم حد ولا نسلم على حد ولا نرد على حد. قعدت تكلمني تكلمني انا ما ردتش عليها، افتكرت ان انا مستقل فيها زعلوش وسابتني. ميزيرابل. ميزيرابل قوي يا زيزو. اسمعوا يا جماعة، الليلة ان شاء الله انتم معزومين عندي، خطوبة سميرة على الأنباش عطية. وين يا مزيد؟ انا اسمي زيزو. اسكت انت، ما حدش كلمك. الله، ما هو اللي اسمه زيزو وانا كلمتك يا عم. اخرس يا عسكري. اسمع، انا عاوزك تاخد لي دجني مرتين تلاتة اربعة وتصنفرها لي وتنعمها لي، بس اوعى تعورني زي امبارح. مفهوم، في الزبون انا عريس. بلاوي. عسكري ترمس. حاضر يا فندم، انا متاسف خالص يا فندم. يا عم ما هو ضروري، ده ضروري علشان خلصني يا عسكري المساج. عقبال عندكم جميعا. لا
اهلا في الافراح يا سيدي. اهلا 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 يا معلم دكتور. عطر الفطانو قلتهم غفل ده يا ولد. البيت زاد النور والله. اهلا 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 باشا. اهلا سمير، عاوز اقول لك كلمة واحدة بس. سمير، عاوز افهمك، عاوز اقول لك. ابعد عني، انا واحدة مخطوبة. جاي تعمل ايه يا عسكري؟ جاي عادي يا فندم. انتبه الخلف دور معتدى البر. الخلف دور. انا متظلم منك يا ام باشا. ظلم الخلف دور. غلطان يا مدموزيل، لما تعرفي الحقيقة هتندمي. ترمس امبارح كان في الحراسة، ويكون في الحراسة عندنا في قانون الجيش ممنوع عليه الكلام ولا السلام، كده الأوان. يا عيني يا ترمس، إلهي ابتليك بمصيبة يا شويش عطية. جناية ارتكبها مباشر رقم 930-148 عطية خلف الله. السلوك المضر بالضبط والربط وفضل النظام العسكري، وذلك أنه معين قائدا للجماعة الأولى، أخذ الشاهد الأول معه لحضور حفلة في منزل أحد العساكر، واستغل سلطته العسكرية معه أمام المدنيين بأن أمره بالجري بالخطوة السريعة ثم بالسير بالخطوة البطيئة ثم بعمل خطوة تنظيم، الأمر الذي يتنافى مع الضبط والربط العسكريين. شهود: عسكري زكي عباس بن نواس، عسكري عبد العزيز شرشوح، حارة كوم الريش في 22/6/54. باشا عطية خلف الله، الكلام ده حصل؟ ما حصلش. عسكري زكي عباس ابو النواس. أي. ايه اللي حصل؟ اللي مكتوب يا فندم هو اللي حصل. عسكري عبد العزيز شرشور. حصل تمام؟ ايوه. قنباش عطيه خلف الله، الصف ضابط يجب ان يكون ذو امانه وصدق. قول الحقيقه. اتكلم. حصل. نموذج. الملف بتاعك يا ام باشا عطية مليان جنايات، يعزل لدرجة عسكري. يعزل لدرجة عسكري. ضرب يا ضرب. عسكري زكي أهدل. يا عسكري زكي، انا مبسوط من حسن اخلاقك وإطاعتك للأوامر، وعشان كده أنا لازم أرقيك لدرجة وكيل مباشر. يرقى إلى درجة وكيل مباشر. متشكر يا فندم. الشهادة لله لايقة عليه الجافة خالص. ماني فيك. ميغسي. خد هنا يا عسكري. آه.
رايح فين يا عسكري؟ رايح المطبخ للوسطى حسين. عشان ايه يا عسكري؟ الوسطى حسين نسيبي وعاوزه في كلمتين. ده ما بقاش نسيبك يا عسكري. خد اهو سايب لك الدبله معانا. دبله؟ ايوه. ازاي سيبني معاك؟ دبله مكتوب عليها الانباشا عطيه، وانت دلوقتي العسكري عطيه، فده معناها يبقى تزوير في دبل رسميه. انصراف يا عسكري، انصراف قبل ما احبسك. بطبوف بطبوف. قول قول لي عاد. وانت هتقدم شبكة سميرة ميتة ان شاء الله بعد المناورات. وليه بس بعد المناورات؟ علشان ما فيش اجازات الا بعد المناورات. يا انت اللي جاء. انت اللي جاء. ايوه خلاص انت اللي جاء. نايمين هنا والمؤامرات شغالة. مؤامرات ايه؟ الحفلة، حفلة المصارعة مش بعد اسبوع. ايوه سمعت دلوقتي حسين بيتفق مع عطية انه يلعب على البطولة قصاد ترمز، واللي يغلب يتجوز سمير. يعني عطية هيخش المصارعة قدام ترمز؟ ايوه الى رحمة الله يا ترمز. بوفرقا. بطولة الجيش في المصارعة اليابانية بين وكيل الأنباشا زكي عباس أبو نواس والعسكري عطية خلف الله. سميرة ولا خلص عليك خالص؟ يا ناس شروف من فوق مني لما موته. حمل يا روح، حمل يا روح، انت محمود، حمل يا روح، حمل يا روح، شيل جسر من هناك.
لازم تنتصر. خليك هرقل. تصور نفسك واحنا شايلينك على كتفنا. ايوه فعلا ما انتوا حتشيلوني على كتفك بس جوه الخشبة. ترمس تبع ترمس تخلي عطية يغلبك. عطية؟ عارفة اذا كنتش انا بخصمه كنت مرمطت بيه الارض. اسمع يا ترمس. لازم تغلبه. اللي هيغلب هو اللي هيتجوزني. من فضلك يا ترمس. من فضلك. خلاص. من فضلك يا ترمس. ما تتردنيش ما تتردنيش ما تتردنيش. مبروك عليك انا. من فضلك يا ترمس. ترمس يا 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 تر